مرحبا حسين فندم. اهلا ابو شاكر. شلونك ابي؟ سلامات. شو قصتك صار لك زمان مالك مبين ابي؟ انا مرابط وصل لي اسبوع قدام بيت غوار لشوف بده يجي على البيت ولا لا. شايف؟ شايف الملعوب اللي عامله بقى معه وبايع بيته؟ شايف؟ شفت الشوفه؟ البيت ما لي غيره بهالدنيا، شلون بدك ياني روي بقى وارتاح الا اذا مسكته المقصوف الرقبي هذا. وانت صار لك اسبوع هون وما عم تترك ابي؟ ابدا، ليلا نهارا، الاكل هون النوم هون على الكرسي. قديش بده يغيب؟ سنه الا يرجع البيت. والقهوة لمين تاركها أبي؟ لأنه أنا صلي زمان ما عم أروح لهنيك. القهوة عم يشتغل فيها عبده، هذا ولد نشيط وأمين، من هون ليجي أبو صياح. إيه؟ الله يوفق إلهي. على كل بسيطة أبي، ما عليه شيء. أنت الله يرضى عليك يا أبو شاكر، ما لازم تتركه وحده، مر لك مرة هيك على القهوة، خطيه ليتلبك لحاله. إيه مو على عيني وراسي، نحن بدنا غدامة، بس أنت لازم كنت تبعث لي خبر من الأول أبي. وين بدي أبعث لك خبر؟ قلت لك ما عم فارق هالباب هذا من جمعة. وغوار اذا اجى لهون شو بدك؟ وكمشته شو بدك ساي فيه ابي؟ حسب الالهام ما صار ابي، فتح نافوخ، عض وضب سناني، ما بعرف الهامي. لا لا لا، طول بالك، وانا ما بدك توع بالمشاكل ابدا. عود طول بالك، صلي على النبي، عود لانك عود. طول بالي. عود طول بالك يا ابن الحلال، لازم الواحد دائما يتأنى بهيك مواضيع، لأنه موضوع فظيع هذا كتير. وبعدين أنا من رأيي حسني أفندي إنك تروح وتشتكي عليه بيكون أحسن. أنا راح أشتكي عليه، لكن راح أتركه هيك شغلة فلتانة بيتي باعه وتصرف فيه. بدي أشتكي عليه بس مو هلأ، ليجي أبو صياح ساعتها لكل حادث الحديث. وكل هالمدة غوار وين متخبي يا ترى؟ شوف الزبون على الخمسة يا عبدو. حاضر. هات هالغلة يا عبدو. حاضر. رد على التليفون يا عبدو. رد انت، التليفون قدامك. لك بخاف يكون حسني ما حلك تعرف يا عبدو. الو. نعم، كامل افندي الاحناف؟ ما اجى اليوم. لك يا بني ادم، كم مره فهمتك انه انا ما لازم رد على التليفون؟ بركي حسني اتصل، ساعتها بيسمع صوتي وبيعرف اني انا عم داوم بهالقهوه. وما لقيت غير القهوه تتخبى فيها من وش حسني افندي؟ ايه لك الحرامي الشاطر بيتخبى جنب المخفر ابي. يعني لأنت رح تخليه قاعد على باب بيتك؟ أنا شو بهمني؟ عم يحرس لي البيت ببلاش، وأنا عم نام هون بالقهوة وآخذ راحتي. بس بدي أفهم، يعني ما صح شي زبون من زباين القهوة يروحوا يقلوا إنه جناب حضرتك موجود هون؟ لك ما في حدا بيعرف غيرك إني أنا عم نام هون، وإنت بعدين زلمة موثوق من قبلي. يا أبو عبد شبك، إنت اعتبر نفسك زلمتي الخاص. دمر أمر معلم غوار. بس لما بيرجع ابو صياح شو بدك تعمل بحاله؟ ساعتها بيحل الحلال. بدي احل الرقبه تبعك. شوف على هالحكي. انا معلم ابو صياح. لا العتال. لك حمل الشنطه من هون لهون، قال بده فرنكين عليها. ايه شو نهبه الشغله؟ عموش. المهم مرحبا شباب. يا معلم. مرحبا عبدو. اهلين وسهلين معلم، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه سيدي، شو الاخبار؟ والله انا اخباري تمام، رح درت بكل المناطق. إيه؟ دفعت رعبين لعشر محلات مشان ناخذهم فروع للقهوه. انت اللي شو اخبارك؟ والله انا اخباري ممدوره، عمل لك اكله على القهوه وشوف التحسينات. يلا لنشوف. تعال معي. ايه مبين شي اكل والله. يكر جواك كربايات، هذا كلهم اسفنج دلون. دلون؟ ايه اعتبرت علي فيه. شو هاد شي خشب زوز ما كان تمام؟ اي نعم. وليش النمليه حاطينها هون؟ لك عبدو ما تفوتوا على البوفيه. يا حري حريشك يا ابو صياح. ليش؟ شو جوب؟ لك ليش؟ لك هي مو نمليه، هي بيانو.
بيانو؟ ايه ليش هذا البانيو؟ لك اخي انت شو بهمك؟ يلي معه مصاري برش على المخلوطه. ايه ما قلت لي؟ ايه حسني يا فندي شو اخباره؟ الله يسهل له، اخذ طلب سكارسا من جمعه برات البلد ولهلا ما رجع. الله يهون علي. وبعدين اخي جناد بيه قبل ما يسافر يرجع لبرا دفع لنا مصاري كاش ولكن وعملنا التحسينات واشترينا لحسني عربيه صارت القهوه بتليق بابو صياح يا شيخ. بريه عليك وعلى اخوك والله تمام. بعدين عم لكن عم اقول لك حسني اشترى هلا سياره حمراء اي ايه وبتلاقي حاطط ايده على الشباك بفتح الشباك حاط ايده الشمال على الشباك وبايد وحده وبيطويط. والله تمام ما حدا اخو حدا. تمام جناد بيك والله لكانت اللي عطاه سياره تعريف إيه؟ يعني بالرجعه هي اني رجعت ولقيت كل شيء تمام انا مروق هلا. ومعلم هالاشياء وهالتحسينات ما صارت بالهيئة. ما في لزوم عم اقول لك. نعم معلم تعال هون. قلو المعلم ابو صياح وين كنت انا عم انام بغيابه؟ هون بالقهوه. روح لشغلك عش. شفت معلم؟ الله يبارك فيك يا غوار. مالي قلت اترك القهوه. والله الله يبارك فيك بدك الحقيقه. والله ضميري عم يجعني مشانك. سلامتك معلم شفت شي حكيم؟ ليش الحكيم؟ لك ضميري عم اقول لك افكاري بالي مشغول ضميري عم يجعني عليك لانك انت كنت عم تخدمني وانا عم عاديك انا وحسني. بسيطة معلم الله يسامحك ويسامح حسني يا فندي. وهلا باعتبارك انت جيت والحمد لله على السلامة. الله يلعن الشيطان. ايه انا تعبان خليني روح ارتاح لي شوي بهالبيت. والله العظيم صار لي جمعة عم انام هون نسيت البيت وطريق البيت لوين. الله يبارك فيك ويعطيك العافية. روح الله معك. الله يعافيك معلم خاطرك. مع السلامة الله معك. وين رايح تنام هلا والدنيا صارت نص ليل؟ والله ما بعرف وين بدي نام، جايب بالي نام روح لبيت اختي. بس بعرفك انت وصهرك ما بتضحكوا، شلون بدك تروح تنام عنده؟ وين بتريدني روح نام يعني بهيلتون؟ شو بعرفني؟ مع السلامة. خاطرك معلم. مع السلامة.